السلام عليكم يا شباب. في سؤال جديد على الجروب بتاعنا بيقول حد عايز يدرس طب بعد ما خلص تمريض، او حد عايز يدرس الطب هنا في المانيا فمش عارف يمشي ازاي والاجراءات بتمشي ازاي. بعد كده سؤال تاني عن الحجاب، وده سؤال مهم جدا. الحاجه الثالثه والاخيره سؤال عن الحساب البنكي. مع سيادتك يا باشا. يلا اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه معلش الطب البشري تمام اوكي. خلاص الطب البشري الموضوع سين فاضل كالاتي. هو انا انصح اللي هو العمل تصريح وساطة مهنة، تصريح وساطة مهنة التمريض الاول الالمانية للاسباب اللي حذكرها دلوقتي. بتيجي هنا بتعمل اجراءات المعادلة، بتاخد تصريح وساطة مهنة الالمانية، وبعد كده بتقدم على الاعتراف بالشهادات المدرسية بتاعتك، مرحلة ده اعدادي ثانوي او الاخر، واهم حاجة فيهم بيبقى المرحلة الثانوية. المرحلة الثانوية سيدي تعالى ماشي عشان هنا مليانين. فالمرحلة الثانوية سيد فاضل، والمرحلة المدرسية آسف، بنشوف المواد اللي انت درستها، كل مادة على حدة، والتقديرات بتاعتك، مش تقديرات اللي هو المئوية، يعني جبت كام على 10 واخد بالك، فكل مادة على حدة. ودي موظف المختص ده بيبقى حاجة زي وزارة التربية والتعليم، يعني ملهاش دعوة بالجهة الحكومية بتاعة تصريح وزارة المياه، وزارة تانية خالص. بيشوف كل مادة على حدة، وبيقعد يشوف إذا كان في الآخر محصلة قد إيه أنت كتقدير عام بقى كده. هنا ما عندناش النسب المئوية في ألمانيا اللي هو أنا جايب تقدير 96% ولا 98% والكلام ده، هو هي بتبقى من 1 لـ6. 1 اللي هو يعني ممكن نقول امتياز مع مرتبة الشرف، اللي هو مقفل الامتحانات كلها جاب درجات نهائية في كل المواد. 6 يعني سائق. فبتتدرج بقى 1 1.1 1.2 1.3 2 2.7 مش عارف إيه ولا ده التقدير العام اللي هو بالنسبه للمواد. فلما يجي يقارن المواد اللي انت درستها والنتائج اللي انت اخذتها بمثيلتها في ولايه اكس او مقاطعه اكس، مش في المانيا ككل، يعني بيقول لك بناء عليه ان التقدير العام اللي هو قدرنا نعترف ان انت جايب 1 كذا او 2 كذا. بتشوف بعد كده بناء عليه اذا كان في كليه طب من كليات الطب الموجوده في المانيا تقدر ان هي تقبل اوراقك ان انت تلتحق بها كطالب لدراسه الطب البشري. بمعنى ان لو تقديرك مثلا الاجمالي 3 او 3.7 فده مش هتعرف تدرس طب بشري هنا. بتختلف التقديرات من كليه الطب او من جامعه لجامعه في المانيا. في كليات مثلا بتاخد لغايه 1.3 1.4 1.7 حاجه زي كده، يعني في كليات ما بتاخدش الا 1.0. بتختلف، مفيش قاعده تسود او تعم على جميع كليات الطب الموجوده هنا. ده بالنسبة عشان اقدر التحق اساسا بكلية الطب، اللي هو بشوف درجاتك هناك كانت عاملة ازاي والمواد ايه اللي درستها، وساعات بيحطوا عايزين محتوى المادة، يعني كل جهة حكومية على حسب انت عايز تعيش فين في المانيا. لو سؤال محدد لمقاطعة معينة يبقى ده وضع تاني. بشكل عام في المانيا على حسب كل موظف هو بيقيس اذا كان المادة بس ولا محتوى المادة ولا ساعات العمل الوظيفي كلها، مفيش عمل، عدد ساعات بتاع كل مادة، تقديرات بتاع كل مادة، واللي بناء عليه يقدر يقول لك تقديرك العام قد كده. بتروح بعد كده حاجة زي التنسيق مثلا، وهناك بيقول لك اوكي بالدرجات بتاعتك انا ممكن اعرض عليك كلية طب جامعة تربية تي او كلية طب جامعة تربية تي في المانيا. حصولك بقى على تصريح وزارة المهنة ده في مهنة التمريض، يعني ده ممكن يتيح ليك ان في كلية الطب ذات نفسها ان انت ممكن تقلل عدد سنين الدراسة او اشهر الدراسة في كلية الطب. لان يعني في مواد اوريدي انت اخذتها والحكومة الألمانية اعترفت بيها ان انت موجودة عندك، اللي هي اغلبيتها حاجات اللي هي فوق كلينيك او بري كلينيكال سبجكت زي كيمياء فيزياء احياء حاجات زي كده، اللي هي مش حاجات اكلينيكية يعني. بس وبتبدا بعد كده كليه، فممكن عدد الاشهر دي تتشال من عليك، يعني بدل ما يبقى 5 سنين هنا في المانيا، يعني 5 سنين دراسه وسنه عملي، ممكن 5 سنين دول يبقى 4 سنين او 3 سنين، يعني ممكن تقل. ده اللي بيفيد دلوقتي بيه اللي هو تصريح وزاره المهنه. زائد ان تصريح وزاره المهنه في الاول انت معاك مرتب تقدر تعيش تاكل منه، وبعد الحصول على تصريح وزاره المهنه والالتحاق باحد كليات الطب ما انت برضه محتاج فلوس تعيش وتاكل منها، فانت ممكن تشتغل بعد كده نص يوم او نص مده، يعني بدل 40 ساعه في الاسبوع تشتغل 20 ساعه في الاسبوع. واللي بناء عليه ان انا بدرس 20 ساعه مثلا في الجامعه كذا كليه الطب جامعه كذا وبشتغل 20 ساعه في مستشفى اكس، يبقى انت بتدرس صحيح بتطول المده شويه بس في مش محتاج ان انا استثمر فلوس
انا جايبها معايا، خد بالك. ده بالنسبه لكليه الطب، اتمنى اكون يعني الحاجات الاساسيه دلوقتي شرحتها. طبعا تفاصيل، في تفاصيل بالهبل بقى في الموضوع ده، فيما يتعلق ب كان نقطه تانية ايه، محجبات. ناس كتير بتسال خصوصا الحجاب. مفيش قانون في المانيا يمنع السيده ان هي ترتدي الحجاب، مفيش كلام. في مستشفيات بتقول لك لا محجبات بالنسبه لي هتسبب لي مثلا ان في بعض المرضى عندهم مشكله في النقطه دي. في بعض المستشفيات وفي بعض المستشفيات يا ريت، يعني في مستشفيات مش فارقه معاهم، في بيقولوا لا، في مش فارقه معاهم، وفي اللي بيقولوا يا ريت لو واحده محجبه، لان بيبقى الجاليه الاسلاميه مثلا موجوده في المنطقه دهيت عاليه جدا، فبيبقوا محتاجين في تخصصات معينه، تخصصات مثلا زي النساء والولاده بتاعه الاخر، يا سلام لو واحده محجبه دي بالنسبه لهم تبقى حاجه بتطلب بالاسم، يعني ان يكون محجبه. بشكل عام مفيش حاجه اسمها ان انت عشان محجبه مش هتلاقي فرصه في المجال، ده كلام فاضي، ده كلام فارغ طبعا. الشق الثالث من السؤال كنت بتسال على حساب البنك المغلق، بس ده ممكن حضرتك تعمل له فيديو خاص بيه. يلا بينا.